السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل ملحق بيت باي بيت، هنحل امتحان 17 و18 محافظات سوهاج واسوان من صفحة 178 ل 183. انتظرونا. صفحة 178 الامتحان رقم 17 محافظة سوهاج. اول سؤال محادثة. لوسي is speaking to نورا. لوسي بتكلم نورا about her visit، عن زيارتها to لوكسور للأقصر. لوسي قالت Where did you go last holiday؟ يعني رحت فين الأجازة الماضية. من المحادثة إنها راحت إيه؟ الأقصر. يبقى الإجابة هتقول I went to لوكسور. سألتها سؤال، قالت It's located، إنها تقع at the south of upper Egypt، في جنوب إيه؟ صعيد مصر. هتقول لها أين إيه؟ أين لوكسور تقع؟ أين هي تقع؟ أين يبقى where، مستخدم فعل مساعد is، ونقول where is it located. لوسي قالت why did you go there، ليه رحت هناك؟ ممكن نقول الإجابة ديت to spend my holiday، عشان أقضي أجازتي. أو ممكن نقول I went there on holiday، رحت هناك إيه؟ أجازة يعني. لوسي قالت a holiday، بعدين ايه راح تسألها سؤال، قالت لها I visited the temple of Karnak، انا زرت معبد الكرنك. And the valley of the kings، وادي الملوك. يبقى هتقول لها ما الاماكن اللي انت زرتيها، what places، ما الاماكن. الكلام هنا عند الماضي البسيط visited، نجيب فعل مساعد did، ونحول الاي الى يو، ونعيد visited للمصدر منها في السؤال تبقى visit. يبقى what places did you visit there، هناك. لوسي قالت Did you enjoy your visit، هل استمتعت بزيارتك؟ هنقول طبعا Yes I did، أو Yes of course، أي إجابة مناسبة. السؤال اللي بعده Read and complete the text، اقرأ وأكمل النص بالكلمات اللي هو مدهالي دي. القطعة دي طبعا بنقرأ كلها الأول قبل ما نحلها. هنقول بقى معناها إيه عن محمد صلاح، إنه من أفضل لاعبين فين في العالم. On top of his football، واحد هتبقى كارير، يعني هو على قمة مستواه أو حياته المهنية. كارير بمعنى حياة مهنية، حياته المهنية في إيه؟ كلاعب كرة قدم. هي also اتنين هتبقى does، يقوم ب a lot of charity work، عمل إيه؟ للمؤسسات الإيه؟ الخيرية. إيه فهو بيعمل إيه يعني؟ has given، هو أعطى إيه؟ آلاف الجنيهات. إيه ذا نقط government، الحكومة المصرية Egyptian. تلاتة ليه؟ to improve، عشان تحسن أو يحسن ذا. الإجابة lives، حياة الآخرين. أربعة lives. صفحة 179 وده سؤال القطعة، نقول معناها. القطعة بتتكلم عن التنمر، هو شكل من أشكال الإيه؟ التحرش بشخص ما على الإنترنت. إيه الآن مزيد من الناس بتستخدم الإنترنت، فهذا يخلق إيه؟ مشكلات جديدة للمجتمع. على الإنترنت من السهل إن إيه؟ الناس يخفوا شخصيتهم، هويتهم يعني. ده بيشجع المتنمرين انهم يستخدموا الانترنت عشان يدخلوا في هذا النوع من السلوك الضار اللي هو التحرش. في طرق كتيرة للايه المتنمرين بيستخدموها عشان يؤذوا من الناس على الانترنت، يتنمروا عليهم يعني. باراجراف التاني، المتنمرين ربما يستخدمهم اللي هو السوشيال ميديا، وسائل التواصل الايه مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيس كده، عشان ايه يعملوا تعليقات غير ظريفه كده قاسيه بخصوص ايه شخص ما. ربما كمان ينشروا اكاذيب عن شخص ما. ربما كمان ايضا يحاولوا ايه يخدعوا ضحاياهم ان هم ايه اصحابهم، وهم ايه ما همش اصحاب. شكل اخر من التنمر ممكن ايه ينشروا صور محرجة او فيديوهات الضحية بتاعتهم بدون ايه ما ياخدوا اذنه. هذا نوع من الايه التنمر، اصبح التنمر ده اصبح ايه شائع خصوصا ما بين الشباب. باراجراف الاخير خلاصته، يعني لو واجهت المشكلة ديت لازم ايه تخبر مدرسك او اسرتك او صديقك عشان ايه ينصحك تعمل ايه. يجب كلنا نواجه المشكلة ديت في ايه، يشترك في مواجهتها الوالدين والمدارس والمجتمع. أسئلة القطعة، واحد the main idea، الفكرة الرئيسية للقطعة ديت هتبقى بي، مشكلات التنمر على الانترنت. اتنين، كلمة harassment اللي هي معناها ايه تحرش مضايقة، هتبقى ايه refers to، تشير الى hurting،
بيأذي الناس يعني. 3، وفقا للقطعة دي، سايبر بولينج is when someone، ده بيحدث عندما شخص ما، ايه هتبقى الإجابة دي، بيستخدم الإنترنت to harm عشان يضر، or frighten أو يخوف يرعب another person شخص آخر. 4، do you think، هل تعتقد the internet is good، هو جيد or bad أو سيء ولماذا؟ ممكن تقول أي إجابة من الاتنين بس تقول السبب. ممكن أقول الإجابة ديت I think it's good، أعتقد إنه جيد. ليه بقى؟ Because we use it، إحنا بنستخدمه in all fields، في كل المجالات. أو أي إجابة تانية مناسبة للمعنى. 5، what do cyber bullies، ماذا المتنمرين do، بيعملوا إيه للضحايا بتاعتهم؟ إجابة السؤال 5 ده تقريبا كل الباراجراف ده. احنا ممكن نلخصها they make cruel comments، بيعملوا ايه تعليقات قاسية وبينشروا كمان الاكاذيب بخصوص شخص ما. ممكن تكمل بقى عادي يعني، ممكن تلخصها. 6، how can you face cyber bullying، كيف يمكنك مواجهة الايه التنمر. هقول كده ايه I can talk to my family، اكلم اسرتي teacher او مدرسي or my friend او صديقي and ask for help، واطلب المساعدة منهم يعني ساعدوني في المشكلة دي. السؤال اللي بعده اختياري صفحة 180، رقم 1 في الاختياري not is a learning disability، هي من صعوبات التعلم which affects، التي تؤثر على reading and writing، القراءة والكتابة dyslexia، اللي هي ايه عسر القراءة والتهجي. 2، I clean the not off the walls of the museum، يعني انا ايه أنظف أزيل اللي على الحوائط بتاعت المتحف، جرافيتي الكتابة والرسوم اللي على الإيه الحيطة. 3، أو and not is the place، هي المكان where you can see trees، تشوف في شجر and other interesting plants، ونباتات أخرى إيه جميلة شيقة. ده تعريف botanical garden، حديقة نباتية. 4، this microwave، يا جهاز الميكرويف ده has a، يعني عليه ايه 25% ايه نقط، it usually costs، هو بيكلف تمنه يعني 500 جنيه، يبقى عليه خصم discount، بس هو دلوقتي بعد الخصم 375. 5، the tall player، اللاعب الطويل ده is incredible، يعني رائع كده مذهل، this means he is، ده معناه ان هو really good، فعلا ايه جيد كويس. 6، you can add، يمكنك أن تضيف نقط to the verb، الفعل teach يعلم، to have a noun عشان تحصل على الاسم، هتضيف له er يبقى teacher معلم مدرس. السؤال اللي بعده الإجابة جاهزة، بس احنا طبعا بنحل قبل ما نشوف الفيديو عشان نستفيد نعرف بقى سبب الإجابات دي. 1، leaving هتبقى مضارع بسيط leaves، عشان ده ايه جدول مواعيد، ايه قطارات، جدول مواعيد ايه ثابت، مضارع بسيط وحطينا اس عشان ايه ترين، دي مفرد غائب نزود الفعل اس. رقم 2، في هنا ايه نور، يبقى يجي معاها نايذر. رقم 3، جوينج طول لوحدها كده ما تنفعش، لازم يجي قبلها ار، وطبعا تاخد ار، يبقى الاجابه ار جوينج تو. 4، والمعنى المقصود انا ايه عمري ايه ما عزفت على آلة موسيقية، ايفر دي هتبقى نيفر. ايفر بتيجي في السؤال او في صيغة التفضيل، هنا لا دي سؤال ولا صيغة تفضيل. 5، هاف تو ديت هنخليها ايه didn't have to، هنقول ايه السبب بقى، هنا زمان الجملة ماضي was خلاص، يبقى لازم نخليها ايه ماضي ومنفية عشان المعنى، يقول احنا لم نضطر للمشي للمتحف لان كان في باص، يبقى الإجابة didn't have to. صفحة 181، الامتحان رقم 18، محافظة أسوان. أول سؤال محادثة، حاتم is telling كريم about حاتم's weekend، يعني حاتم بيقول لي كريم عن عطلة نهاية الأسبوع بتاعته، فبيكلمه حاتم هاي كريم، هاي حاتم where have you been، أين كنت، رحت فين يعني، مش هنقول أي إجابة لأن هنا قال له إيه to the country، إلى الريف، بيقول له I have been to the country، رحت الريف.
راح سأله سؤال، قال له I went with my family، رحت مع أسرتي. هيقول إيه؟ من رحت مع مين يعني؟ من للعاقل تبقى هو، والكلام هنا went ماضي بسيط، نستخدم فعل مساعد did، نحول إلى يو ونعيد الفعل اللي مصدره اللي هو went ده هيبقى go، يبقى هو did you go there with، رحت هناك إيه مع مين؟ مين اللي رحت معاه؟ سأل السؤال قال له I went to the fields، يعني ذهبت الحقول، قابلت أصدقائي and collect، وجمعت بعض الإيه؟ بعض الفواكه. بيقول له ماذا فعلت هناك؟ ماذا what؟ كلام عن الماضي نجيب فعل مساعد did، نحول I إلى you، يبقى what did you do there، ماذا فعلت هناك؟ how fantastic، يا لو من شيء رائع. when did you return، متى رجعت؟ عدت امتى؟ اي اجابة مناسبة، ممكن نقول yesterday امس. do you like the country، هل انت بتحب الريف؟ هنا هنقول ايه؟ yes I do، لانه قال له it's wonderful، انه رائع، ما ينفعش اقول no. السؤال اللي بعده read and complete the text، اقرأ واكمل النص بالكلمات اللي هو مديها لي دي. طيب هنقول بقى معناها، بيقول هنا ايه؟ my friends، انا واصدقائي كنا بنتكلم عن ايه؟ نتكلمنا عن about our واحد experiences، تجاربنا الحياتية. most of us، معظمنا، have played not instruments، هتبقى اتنين musical، معظمنا عزف على آلات موسيقية. واحد بس has، واحد منهم يعني has، هتبقى الإجابة ridden، ركب ايه؟ a horse، حصان. مفيش حد فينا ايه؟ سافر باي بلين، بالطائرة. صفحة 182، وده سؤال القطعة. قطعة سهلة، فكرتها ان ايه؟ ان الوقت مهم، إيه بس احنا ايه نقضي وقت فراغنا، يجب ان احنا نقضيه ايه؟ بشكل مفيد. وايس معناها حكيم. المهم بعض الناس تحب تمارس الرياضة عشان تكون ايه؟ تظل لائقة بدنيا وقوية، والاخرون يفضلوا ايه؟ القراءة والكتابة. كل ده كلام ايه يعني؟ عن قضاء وقت الايه؟ الفراغ. باراجراف التاني، ان القراءة مهمة جدا كهواية، والكتاب ده خير ايه؟ صديق، فهو يزودنا بايه؟ انواع مختلفة من المعرفة والمعلومات. لذلك يجب ان احنا نشجع التلاميذ انهم يذهبوا لايه؟ لمكتبات المدارس عشان يستعيروا ويقروا ايه؟ كتب، وهكذا. القطع كلها ما فيهاش حاجة، دي معناها ايه؟ مسابقات او منافسات، ودي تعقد، هيلد يعني تعقد، دي معناها تنشر. شوف الأسئلة نقرأها كويس وبعدين ايه نحل الأسئلة. واحد، أفضل عنوان للقطعة دي هتبقى دي، يعني الاستغلال الجيد لإيه؟ للوقت. اتنين، هتبقى الإجابة A C. تلاتة، ايه تعايد على ايه؟ سبير تايم، وقت الفراغ. رقم أربعة، هنا بيقول لي give a summary، اعطي ايه؟ ملخص للقطعة دي to the text. لخصها بقى بإيه؟ بأي طريقة. فممكن نجيب النقاط الهامة ونقولها، ده سؤال سهل بيضمن درجات على فكرة. we should spend our spare time، يجب ان نقضي وقت فراغنا بطريقة ايه؟ مفيدة. reading is important، القراءة هامة. ممكن تجيب الجملة كمان اللي هي اجابة خمسة ديت مع اربعة، يعني اكتب جمل كده يتلخص اللي هي القطعة دي. خمسة، how can we make the best use of our spare time، كيف يمكننا ان احنا ايه؟ نستغل وقت فراغنا افضل استغلال. نقول الاجابة ديت we can spend our spare time، ممكن نقضي وقت فراغنا reading في القراءة، writing الكتابة، or doing sports، او ان احنا نمارس رياضة. رقم ستة، what is the importance، ما اهمية مكتبات المدرسة، هتبقى الاجابة دي ان الطلاب يعني يقدروا ايه؟ read، يقروا ويستعيروا كتب، يحصلوا على معلومات عن ايه؟ اشياء كتير. هي دي الاجابة ستة. ممكن تقول إجابة تانية بأسلوبك عادي يعني. صفحة 183، ده السؤال الاختياري. واحد، the north is an area، هي منطقة between two mountains، ما بين جبلين، valley، وادي. اتنين، Islam is connected to the internet، متصل بالإنترنت، يبقى he is online. تلاتة، نقط gives the antonym، تعطي عكس كلمة hide، يعني يخفي، show، يعرض.
أربعة، we add the prefix، نحن نضيف البادئة not to the verb cover يعني يغطي، to mean find out يعني يكتشف، نضيف لها إيه في الأول هنا؟ this، تبقى discover يعني يكتشف. خمسة، my mother greeted our cousins، يعني مامتي رحبت بإيه؟ ولاد عمي، نقط، she loved them a lot، هي بتحبهم كثيرا، المهم يعني رحبت بيهم إيه؟ warmly، بدفء، بترحاب، بحرارة. ستة، to not is to help، إنك تساعد وتشجع someone، شخص ما، support، يدعم، يساند، يؤيد. السؤال اللي بعد نقول سبب الإجابة، واحد فيه هنا ذا، يبقى هنخلي باد ديت إيه في حالة التفضيل، تبقى worst، صيغة تفضيل يعني the worst، الأسوأ. اتنين، قاعدة while يجي بعدها ماضي مستمر، من read هتبقى was reading، جبنا was لأن آمال مفرد تاخد was. تلاتة، عايز أقول إن حسان إيه مهتم بمشاهدة ماتشات الكورة، يبقى interest هتبقى interested، أوصف شعوره. أربعة، قول داليا إيه راحت القاهرة، she is in أسوان now، هي في أسوان دلوقتي، معنى كده إن إيه ذهبت وعادت، تبقى بي ديت هتبقى has been. خمسة، both بيجي معاها and، ميجيش معاها or، يبقى الإجابة and. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.